معنا اليوم فنانة إيطالية معروفة بالأبستخاء ديالها والألوان الجميلة بتاعها، وعطيناها المجال اليوم في باش تعرض بعض اللوحات بتاعها اللي موجودة، وبصراحة ألوان جميلة جدا وزاهية ومتمثلة دائما بالأبستخاء، وهذه الألوان كلها عرفتي. والفنانة الإيطالية اسمها نبيلة، لأول مرة دخلت للمغرب، وبصراحة شجعتها وشجعتني أنا، لأن الألوان بتاعها جميلة والفن ديالها أيضا مرغوب في المغرب إن شاء الله، ولا ربما يكون هناك تطور من ناحية الفنية، من ناحية الألوان، من ناحية البرزنتاسيون، لذلك أنا أشجعها بصراحة بصفتها إيطالية، ولا ربما زيد الفن رقي وتقدم من خلالها يا رب. يجون طبعا المارش السنترال معروف عالميا، ماركة عالمية هذه معروفة من قبل منظمة اليونسكو الدولية، فيجون الفنانين هنا كثار من بلجيكا، هولندا، فرنسا، إيطاليا، الأرجنتين، برازيل، والأخت نادية أيضا إيطالية هي وجدتي وباغي تجرب حظها من ناحية الفن ومن ناحية الطابلوات والألوان، والأثمان ديالها بالسعر المتناسب وكذا، والمقاييس تختلف من صغيرة إلى كبيرة وإيش اللي موجود بالنسبة لها. ما أعرف the price of your tableau between how much. Dipende in modo particolare, dipende appunto dalle misure di tutte le opere d'arte. Giustamente le opere d'arte piccole costano poco, poi dipende dalle dimensioni. Ci sono anche opere d'arte che hanno una misura che oltrepassano un metro e mezzo, quindi vediamo un po' col tempo. أما بالنسبة للأسعار حسب ما تقول هي تختلف من النوعية والحجم والألوان وكذا وكذا، فما يمكنش تعطي السعر ديالها، لربما لما يجي الكليان ويشوف التعجب يكون هناك نوغاسيون من ناحية البريم، من ناحية الكذا، وتشرح له نوعية اللوحة ويكون الثمن حسب اللوحة. ما يمكنش واحد يعطي ثمن اللوحة مباشرة إلا من بعد ما يقابل الفنان أو ذاك الشيء. أوكي؟ السلام عليكم. Thank you very, very much for this interview. Presentation. Second times, I take la decisión de return in la city di Casablanca. Merci, shukran, salam.